أشاد أهالي قرية عطف حيدر التابعة لمركز العدوى شمال غربي محافظة المنيا بالخدمات المتعددة التي يقدمها المجتمع الخدمي الذي تم افتتاحه ضمن أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في المحافظة ومحافظة المنيا، والتي تستهدف تطوير 192 قرية و757 عزبة وتابعا ونجعا. وقال شعبان عبد اللطيف رئيس الوحدة المحلية لقرية عطف حيدر إن المجمع الخدمي يخدم 5 قرى ونحو 36 عزبة وتابعا ونجعا في مركز العدوى، ويتجاوز عدد السكان المستفيدين من تلك الخدمات 80,000. فنسمع. المكان اللي احنا بنصور فيه حضرتك هو ده مجمع خدمات المواطنين، بيخدم مواطنين القرى التابعه للوحده المحليه. والمكان احدى مميزاته انه يجمع الخدمات 6 مصالح حكوميه في مكان واحد. المواطن مش محتاج يذهب للمدينه تلاته عشان يقضي مصالحه، هيتوجه للقريه بتاعته اللي هي الوحده المحليه التابعه اللي هي القرويه ويقضي المصالح بتاعته، سواء سجل مدني، شهر عقاري، اعمال في الوحده المحلية.